مدرسة العرفان الخاصة بمدينة الداخلة. عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، يوم العطلة لم يمنع هؤلاء التلاميذ من الحضور، فهم على موعد مع رحلة ترفيهية خارج المدينة في إطار مخيم اللغات الذي تنظمه المؤسسة، التي اختارت الانفتاح على الوسط الخارجي من خلال تنظيم رحلة إلى النقطة الكيلومترية 28، رحلة بأبعاد ترفيهية وتثقيفية هدفها إخراج التلاميذ ليوم واحد من حجرات الدراسة إلى فضاء يعد من أحسن الفضاءات السياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. الرحلة ضمت أزيد من 120 تلميذا وتلميذة يدرسون في مستويات التعليم الإعدادي 3. داخل المخيم درجات النشاط تكاد تفوق درجات الحرارة المرتفعة. الثقافة الإسبانية هنا ضيفة الشرف من خلال ورشات القراءة، السينما، الأعمال اليدوية، الرسم، المطبخ والموسيقى. الأنشطة الثقافية التي تقوم بها مؤسسة العرفان الخاصة، قمنا اليوم بهذه الخرجة للمنطقة الكيلومترية 28، قمنا فيها بعدة أنشطة مختلفة، منها مخيم اللغات الذي تقوم المؤسسة بورشات، منها ورشة الطبخ، ورشة السينما، ورشة المسرح، ورشة الموسيقى إلى غير ذلك من ورشات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية. بحكم أن المؤسسة تنظم هذه الورشات داخل المؤسسة، اخترنا هذه المرة هذا الفضاء باش نغيروا ذاك الروتين اليومي ديال أجواء الدراسة. جينا لهذه المنطقة الكيلومترية 28 الهادئة تبارك الله الجميلة باش للترفيه وللقيام بهذه الأنشطة المختلفة. بالمناسبة ديال التنظيم ديالنا الجولة الأخيرة للسيكل الإعدادي في إطار مخيم اللغات تنظم مؤسسة العرفان في إطار الأنشطة ديالها الموازية التي تقوم بها خلال السنة بالكامل، قمنا بالشطر الأول داخل رحاب المؤسسة بالنسبة للسيكل الإعدادي وليهم حوالي 700 تلميذ من الابتدائي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والمستوى السادس. اليوم إن شاء الله المرحلة تتهم السلك الإعدادي، فكرنا على أننا نخرج هذه المجموعة لحوالي 150 تلميذ للمخيم، والنشاط نقوم به خارج المؤسسة في إطار الانفتاح ديالها على المحيط وعلى الأنشطة السياحية التي تقوم بها المدينة وتتنميها المدينة وتطورها، مساهمة من المؤسسة في تنشيط العملية السياحية والتنمية السياحية بالجهة ديالنا. حاولنا على أننا نقيم هذا النشاط خارج المؤسسة لتضم مجموعة من الورشات اللي يمكن لها أنها تدخل المتعلمين ديالنا في إطار الأنشطة التي يقوم بها سواء الآباء ديالهم أو الأمهات أو المؤطرين أو حتى بالنسبة للعاملين في القطاعات المختلفة. تلقوا على أنه عندنا ورشة مرتبطة بالسينما تتعرفهم على مجموعة من مكونات العنصر السينمائي من إخراج وسيناريو وممثلين والأضواء وغيرها من الأنشطة الأخرى السينمائية. ثم عندنا ورشة خاصة بالمسرح، عندنا ورشة خاصة بالموسيقى التي يخرجوا من خلالها المتعلمين وهم تتلقوا وتتلقنوا إحدى الأناشيد وإحدى الأغنيات المرتبطة بالمفكرين والمغنيين السابقين ورواد الأغنية الكلاسيكية الفرنسية بالخصوص. عندنا ورشة ديال الطبخ اللي من خلالها تينسجموا التلامذ وتيحسوا بالمجهود اللي تبذلوا الأمهات ديالهم في المطابخ من أجل ما يوجدوا لهم الوجبات ديالهم وتيحضروهم للذهاب للمؤسسة باش يقدروا هذا المجهود ديالهم ويلبيوا النداء اللي وجهه الله سبحانه وتعالى للبر بالوالدين، وهذا نموذج فعلي وملموس الإحساس بوجود المجهود الأبوي تجاه الأبناء. مخيم اللغات هذا لاقى اهتماما واسعا من قبل تلاميذ المؤسسة الذين أبانوا عن رغبتهم في المعرفة وعن حسهم الإبداعي في كل ورشات المخيم، كما انسجموا وبكل عفوية في فقرات التسلية والترفيه. Notre école a organisé un campus des langues et participé à plusieurs ateliers comme l'atelier de travaux manuels, de cuisine, de musique. Et personnellement j'ai aimé l'atelier de cuisine car on a appris à cuisiner des recettes espagnoles. On a chanté des musiques dans l'atelier de cuisine et on a
في دي ترافو دون لو ترافو مانويل. قررت المؤسسة العرفان الخاصة باش تنظم تقوم بمجموعة من ورشات من ورشة ديال القراءة ديال الطبخ وديال الرسم. وانا شخصيا عجبتني ديال لا ليكشير حيت كيستافدوا منها التلاميذ في الثقافه ديال الثقافه الاسبانيه. نشكر الاطر والمدير السيد عمر البوهناني والاستاذه ليلى حمامي والاستاذ سعيد بعزه اللي اثروا على هذا اللي ساهموا في هذه الخرجه ببيكا فانتويتش. هي تجربه فريده بجهه الداخله وادي الذهب، تروم تنمية معارف التلاميذ اللغوية وإكسابهم مهارات التواصل وقيم الثقة بالنفس والعمل الجماعي، تجربة ستكون بمثابة خطوة إلى الأمام في مسيرة هؤلاء التلاميذ.